مرحبا بكم، عدت لكم في فيديو جديد مختلف ومتنوع. ما فماش كوجينة وما فماش طبخ وما فماش حاجة البرة، اما فما مشتريات وفما ديكور اللي تحب الناس يكلها. اليوم باش ناخذ صوم معينة باش نراوها مع بعضنا قداش باش نبدل بها الصالة متاعي، باش نشوفوا التحدي هذايا هل وفقت فيه ولا لا. بيان سور الناس كلها اذواق والناس كلها امكانيات. اهلا وسهلا بكم، اليوم جبت لكم مشتريات من ايكيا، والتيم باش يكون انا باش نبدلو السالة او باش نعطيوها لوك جديد بعد شمعين بعد باش نحسبو من بعضنا. باش نبداو كي تشوفو من ناحية كل شيء، باش نبداو بالحاجة بالحاجة ونشوفو شنو فيها الحفلة هذي. البادج نتاعها شوية بركة، مي الحاجات اللي شريتهم اثار كبير. هيا بينا ونبداو. المرحلة الاولى هي الديبان، وهذي الحاجه الاولى اللي شريتها البلاد هذايا اللي لونه غري والصومه نتاعو 9.99 معناها 10 نقولوا. الماركه نتاعو باهي على الاخر، وعلاش انا نشري البلاد خاطر ايكيا فما تروا قماش من لي ديفون عندهم، فما هذا اللي يبدا احرش شويه وهذا هو اللي يشد، وفما اللي بيشتروه بعد اللي هو يشد له صح على الاخر وما يتنحاش حتى كي تغسله. وزيد اون بليس نشري هذايا في السخانه خاطر فريمون في سما يتغسل كيما تشوفوا الكوتون هاكا المنقب هذاك كله 100% كوتون، وفي سا في سا ما يتغسل اون بليس مريح على الاخر هكا سوبل في القاعده نتاعو. توا هيا بينا نبدلو الديفانو. بعد ما غطينا البلاصه اللي نقعدوا عليها ونحبوا هكا نقعدوا مرتاحين هكا نقعدوا على حاجه سوبر، باش نوريكم المخادد اللي شريتهم خاطر انا بريسك في كل بارتي باش نبدل حاجه. دونك عندي المخادد هذوما ولا حشو المخادد هذوما نسيتهم لسوي من بعد قانون مش بدل سكون تريم. نقول لكم زوز مخادد كيما هكايا من الايكيا هذو ياسر حلوين، شوفوا معبين بالقدا. باهي الحشوة هذوكم جكرا الوحدة بكاتورو، خذيت مجموعة من المخادد لهنا حتى تو بعد تشوفوا التابي. زيد اشري تابي تابي تركية باش نقول لكم البنات اللي عايشين هوني منين لقيت، خاطر فما حوين تركيين ولا يحلو. دونك لي تابي اخترت زوز في النوار والبلون باش يجيوني مع كل شيء. مسكينة ياسر عندي مخادد راهو مالي كولور ماهمش شي كيف كيف، خاطر بارفوان نشري وكهو فهمتي. دونك قلت شنو نعمل، نشري نوار بلون باش يجيو مع كل شيء فهمتوني البنات، هكاك كي تبدو تقتصدو ويجيو مع كل شيء. دونك شريت نوار بلون هذايا، هذه الكعبة 3.95 جكوا ولا هي سي 3.95 هذه اللي لابسي سولو. دونك شريت وحدة هكاكا، دونك نعاود نقول لكم باش تشدو البادجة باش تشدو البادجة باش نشوفو في الاخر قداش صرفت باش نبدل صالة بيان سيغ ونبدل اللوك نتاعها. الحاسيب هاني معاكم، دونك قلت هذيكا في النوار بلون، وهذه زادا عاطية على النوار أكثر منو البلون هكيكا شنو حبيت شكروا المعلومة وصلت لكم. هذيك البلون أكثر وهذي النوار أكثر هكي. هذوكم الزوز قلت لكم اذاكم الكعبة بكاتورو الغلاف، والحشوة شكرا زيادة كاتورو 95 معناها 5 أورو. وهذه كنت حبيت منها زوزة، ملقيت اخر كعبة اللي هي الميلونج نتاع لي كولور اللي باش نعملهم انا كولا، اللي هو كيما تشوفوا الكري هنا نتاع ديفانويت نتاعي، والهنا الروز والمطارد والنوار والكري، هذي كلها تجمع لي كولور اللي انا حبيتهم. دونك ناقصني واحدة اخرى توا ان شاء الله نمشي لايكيا عندي رجعة اخرى نجيبها. دونك احنا توا باش نشوفو الغلافات هذوما باش نعملوهم وباش نعملو الديفان ونزينوه باش نشوفو كيفاش. وكيما تشوفو بوغ لو مومون جاوني هكاكا، المهم اللي ركبتهم مازلت في الاخر باش نعمل معناها رجلها معكم بالضبط. عندي نفسه هذايا وقربت لكم البنات شفتوه كيفاش كوتون، هذا راهو يتعمل لهنا على الاخر خاطر هذه معناها ليفينغ معناها كل يوم فهمتوا، مش صاله للزنفيتي هكاها. الحاسيل هذايا شفتوها باش نوريكم البنات قداش كبير هنا، اللي عندها مثلا ديفان وما نعرفش سخطوه كي الكوير، هذوك ياسر خايبين في القعده وسخطوه في السخانه ولا في البرد،
هذوما ياسر باهين، وخير اظن ما كان الاخرين اللي باللاستيك يتزحلقوا، هذوما باهين على الاخر البنات والخاص، معناها دي سوغو على الاخر الخاص، اون بليس يتغسلوا في الماكينه. نمشيو نتعديو للديفان الثاني. طب باش نعملوه نقلب لهنا. بعد ما كملت الحاجات اللي حطيت بهم وبدلت بهم الديفان وعملت لها مسحه خفيفه، وده جبت لكم التركي اللي بعد ما مسحنا كل شيء ونظفنا، جبت لكم التركي اللي قلت لكم شريتها من حنوت تركي، ولا يجيوا لهنا الحوانت موجودين البنات في ايطاليا بداو يجيوا السنه يعني الحوانت فيهم السلعه التركيه الكلها كما تشوفوا، هذو ما يديو بالمترو، هذه هي طلعت لي انا 45 يورو، دونك مش تابع البادج هذي، ما هذي انا ريتها وجبتني وجبها لي راجلي يدي في امهات، دونك تبدا كي من هكايا وبالمترو دي حالك وكل شيء. الحاجه الوحيده اللي انا حبيتها فيها شويه رز، مي هما كي شريوها لي اطرا وشوفوها مع بعضنا كيفاش. نوريكم البنات الزربيه كيفاش، دونك في البيج والمارون والجري والغوز البارد شويه، جوست خاطر البنات راهي خاطر الشمس على الاخر هذيك على الجه بينت لكم هكا استضعف فيها الشمس، فهمتوا؟ تو في ايام تخرين ولا ولتين اخرين نوريه لكم. باهي نقول لكم البنات راهو بالميتراج هذايا، معناها حاجات تركيه على الاخر، كيف شوفوا من هنا كيفاش. ولقيت زادك الغلافات اللي تحطوا على التابي وبرش حاجات، والغلافات اللي تحطوا على الديفان وكل شيء، اذا ان شاء الله يعاودوا يجيبوا سلعه معناها هكا نتاع الخريف نعاود نمشي ونصور لكم ونشريو حاجات. باش دونك قلت لكم هذه خاطش الحساب ما تحسبوهاش، خاطر جاتني في عيد الامهات، انا ريتها قبل وعجبتني ما حبيت لون اخر، يا اخي رجعوا ولدي الكبير وبو شريوها لي. نشوفوا توا شنو هي اخر شريط. الطاوله اللي وريتها لكم تم تعديل الطاوله هذه اللي وريت لكم كيفاش تسويها، هذه هي الطاوله جي ان كي رخيصه على الاخر، هي 20 اورو. كورو علاش انا نحبش نشري طاوله، خاطر ولادي انا من جون سورتو ولدي صغير يحب يقرا عليها، يحب مره شريت زاده واحده اخرى كانت عندي تحقت لي بالقهوه، دونك انتم تعرفوا رواحكم تعرفوا كي نحال. دونك هذه الطاوله شريت هذايا اللي ما نعرفش اسمه، يا 6 اورو ولا 7 اورو، 6 اورو هذا، دونك كما تشوفوا 35 على 130 سنتيمتر، يتغسل ديما هكا تشوفوا في الغساله وفي لافاتريش معناها. نجم هذا نعملو هوني ولا فوق الطاولة، نقصو هذي، نجم نعملو هوني ولا فوق الطاولة، شريت هذا ندرا قداش عندي، حبيت نشري هذايا جوكروان 9 اورو هذايا، شريت زادا البلاطو هذايا شوفو محلاه مزينو، سامبل على الآخر هذايا، ولا نسيت. ترو اورو الاخرين الزايدين شريت حاجات نتاع كوجينا نتاع هذي كنت تعطيني ديما نشريهم، وثلاثة حاجات للكوجينا تطراهم مرة أخرى في الكوجينا نتاعي، دونك هذوما هما. وباش نوريكم زادا الحاجة الأخرى اللي شريت النبتة الكبيرة، كيما تشوفو شريت النبتة هذي كان فيها سكوندو 60 جنيه، وأنا عندي قداش حاب نشريها،
نتوا باش نعمل الديكور كله ونوريكم في الاخر النتيجه النهائيه اللي حصلت عليها. هنشوفوا النتيجه النهائيه توا بعد ما نظفت ومسحت كل شيء شوي شربت معكم شويه لاخر الدنيا سخانه على الاخر باش نبداو باش نشوفوا كيفاش ولات الصاله. لونطري نبداو من هنا جوست لهنا عندي شويه هكا نبته زيد حطيتها لبرا لهنا. هذه الطاوله ان شاء الله باش تتبدل زاده مي بور لو مومون وفيه الغرض لنا الصاله نتاعي كلها ايكيا البنات دونك هذه من ايكيا وفين الغرض على الاخر ويشدوا بالكدا بالكدا دونك هذه بدلتو عملتو لهنا فوق الطاوله خير فوق منو جوست هكا بس نتاع وردروز. وهذايا اللمبه هذيك اللي تشحن لهنا حطيت زاده في الكون هذه الطاوله فيها نبتة وفيها هذيك زادة ليشال والبخور التونسي ما يختيانيش ونجيو من هنا ونبديو. دونك هذه هي التابي التركية اللي حكيت لكم عليها هما شكرا لكولور توا وضح لكم شوية فما الغوز هذيك البارد ماغون بيج غري وبلون وبلون سالي دونك هكايا الطاولة ها هي بدلتها كومبليتمون حطيت هذوما خاطر رانا لوريدي مسخو عندي وليدي مسخو لهنايا عملت البوكي هذا بين الغوز والبلون وتحتو هذايا شريتها من كيك وشاركت معكم وجيست هذوما حاجات قدم عندي هذايا البلون لكم هكا البانوراما الكل الديفان كيما تشوفوا هذا علاش نستعملو هنا حتى قلت لكم سختو عندها دي بي بي وسختو لي هذا راهو وساخ فهمتوا وساخ وكي تغسل يفسخ معناها دوك هذوما هما المخدات ان شاء الله قلت لكم نقصتني واحده اخرى ان شاء الله عن قريب نرجع ليكيا ونجيبها لقيتهم هزوها الكلها كيما تشوفوا فيها لي كولور نفس اللي في البليومين وفي التابي ونفس اللي في الديفان كلها نجموا البنات اللي ما يحبوش الحاجات هذوما ينحيوهم ويستغلوا يشتروا بهم مخدات اخرين مي بوغ لو مومون عجبني النوار هذا والبلون هذا نجم نهار اخر ندخل عليه اي كولور ويمشي مع بعضه بيان سور في الشتاء نحطو لهنا بليد روز مثلا وتمشي مع بعضها فهمتوني. هذه هي البانوراما دونك هذا هو الديفانو نمشيو للديفانو الاخر دونك احنا حاطينو لهنا خاطر نقعدو لهنا في السخانه دونك هذيك مخدتو الديفان ما يستغنيش عليها حتى الشبشوبه احنا مسمينها هوني في الدار حتى قلت له سخونه قالك لا يحطها لهنا ويقعد لهنا كما شفتوا هذايا مسيخ 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 على الاخر بو يتنحي يتغسل ما الحقيقة ما ميهونش فهمتوا ميهونش هذايا كيكا من بعد الباب وهكا يهز لي الوسخ اون بليس موربيدو حتى كانش تقعد عليه دونك هذايا الشباك الريدو ما بدلتهمش خاطر جدد دين الريدوات ومن ايكيا زاده دخلوا الهواء ويدخلوا الضوء ولهنا الكرسي الهزاز نتاع العيله كامله عملت عليه مخده صغيره روز والمخده هذيك هذيك تعملت لي بالجافيل مش بالجافيل بالبلاص وما حبش يتنحى كانت فيديو اليوم هو الغاية منه ان ناخذوا بادج صغير صغير بالكل بالكل ونبدلوا به الدار نبدلوا به النفسية نعرف توا قلق وما روحناش وكل شيء على الاقل نبدلوا حاجة الحاجة اللي هنا نزيدوا كما وريتكم زيت برشا حاجات خضرة للدار برشا نباتات ان شاء الله البنات الدنيا تجيب شوية بشوية بابر با كما قلت من الاول تغلط في حاجة وتصلحها ما نجموش نملكوا كل شيء بيان سور وكل شيء كل انسان عنده حاجات يملكهم خير من الاخر هذه وخذوها قاعده اذا شفتوا فيديو اليوم حبيت في زاوية على خمي عنا نهار هذايا ونبعد شويه بعد الدخول والخروج حاجه من دارك عملنا منها نفسيه
مزيانه ورتحنا زاد في القعده هكا حفظتكم هكا باش تغيروا شفتوا البنات اللي عندهم بادج صغير نقول لكم ان الفيديو هذا يعجبكم ان شاء الله هذه هو هكا تلقاو فيه الحاجه الفايده من الفيديو هذايا سي نورمال باش نرجع لكم ان شاء الله في فيديو اخر على الحاجات التركيه من تنجموا تشريوهم ولا تقول حاجات هكا مزيانين نجموا نضيفوهم لدارنا بديو في ايطاليا راهو بديو في زربيت التركي هيرو من المدرا قداش لو استعملهم كل شيء تركي ان شاء الله مواعدكم من هون الى خير الصيف نعمل لكم زورة في الحانوت هذايا ونشوفوا سختو عنده كل وحدين نتاع القهوه وحاجات حاجات حاسيلو انا ما صورتوش هكا نقول لكم اعطيوني رايكم بيان سور تنجموا تقولوا لي شنو نرجع نعمل شنو نضيف بيان سور هنا ديما هي مجرد باش ولات مشاركات مع بعضنا نعرفكم من عشاق الحاجات تو ما قعد لي كان نخليكم ونقول لكم في امان الله ان شاء الله الفيديو عجبكم ان شاء الله غيرت من الروتين زادة في مواضيع القناة متاعي نخليكم في أمان الله ونقول لكم راني نحبكم برشا نحترمكم برشا إلى اللقاء في فيديو عن قريب 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 أم قبل ذلك كينكم أول مرة تتفرج في قناتي وماكمش مشتركين تنجموا تنضموا لعائلتي الصغرونة والناس اللي نحبها وتشجعني ونشجعها هكيكا باش نواصلوا المسيرة مع بعضنا ونعيشوا في إيجابية وسورتو بساطة وأمان خليكم توا في وديات الله ونقول لكم إن شاء الله عن قريب نلقاكم في فيديو آخر بسلامة وإن شاء الله الفيديو كان رقيكم.